حياكم الله من جديد. عبد العزيز المهنا رجل همته فاقت قمم الجبال رغم إصابته بالعمى ومعاناته مع المرض، إلا أنه لم يركن لظروف إعاقته أو يستسلم لها، فقرر فتح مشروع خاص ليواصل مسيرة كفاح كان قد بدأها ويثبت فيها أن الإعاقة هي إعاقة فكر لا جسد. كذلك ينضم معنا عبد الرحمن شريدة وهو صاحب مبادرة حلا عبد العزيز، وعبد العزيز المهنة هو صاحب مشروع حلا عبد العزيز. الله يحييكم وسعيدين باستضافتكم وقبولكم للدعوة. الله يسعدك، شرف لنا يا حبيبي. الله يسعدك. نبدأ معك عبد العزيز إذا سمحت لي. عبد العزيز خلينا نرجع بك للبدايات شوية. طيب، من وين جت الفكرة وكيف انطلقت وش أبرز شيء واجهته كتحدي بالنسبة لك؟ والله يا حبيبي خلنا أقول لك فكرة المكان نفسه. أنا أول كنت أفكر أن أفتح المشروع تقريبا قبل 3 إلى 4 سنوات، لكن الشيء اللي وقفني وقتها أنه كنت وقتها أدرس في الجامعة، فصعب أني أوفق بين الجامعة وبين الشغل فيه، فقلت أنا بصبر خلني أتخرج إن شاء الله وأبدأ فيها. تخرجت طبعا تسلسلت ما بين أكثر من مشروع وقلت بفتحها، لين ربي هداني وفتحت المشروع هذا اللي هو حلا عبد العزيز. اما الصعوبات زي كذا، تعرف محل اسر منتجه يحتاج الموضوع، يحتاج صبر طويل لان الناس تعرفك وتعرف المنتجات الموجوده عندك والجوده الموجوده عندك، فوالله اخذت مني وقت، لكن الحمد لله انا لله الحمد من يوم فتحت الى يومك هذا انا ما لي الا شهر اسبوع، والحمد لله. تشوفون النجاح اللي صاير هذا كله، يا رب لك الحمد. يعني الناس ما قصرت معي، لا من ناحيه المشاهير فيصل عبد الكريم وبركان عبد الرحمن الشريده معي، الناس وقفت معي يا رب لك الحمد، ومش المشروع يا رب لك الحمد. تستاهل يا عبد العزيز. الله يسعدك عبد العزيز. خليني بس اخذ منك يعني نبذه عن مرض التصلب اللويحي اللي عندك. انت ككفيف، اول شيء انت كفيف من الولاده ولا هذا مرض اصابك بعدين؟ لا والله الكف البصر صابني يمكن لي الان 13 سنه. 13 سنه من يوم جاني المرض. المرض هو اللي سبب لي كف البصر. ايش كان المرض؟ المرض هو التصلب اللويحي. طبعا التشخيص الصحيح قبل كان عام 2009، لكن العمى كان عندي او كف البصر بالاصح كان من عام 2007 تقريبا. كان كف البصر، بس التشخيص الصحيح للمرض كان 2009 انه تصلب لويحي. فتصلب اللويحي كنت تعرف موضوع هجمات تجي للجسم والتركيز كله على الاعصاب وعلى المناعه وزي كذا، لكن التركيز الاكبر كان عندي على العصب البصري، فبسببه فقدت البصر. وبعدها قبل 13 سنة. اي نعم. ومع ذلك انت كملت تعليمك الحمد لله، والان انت داخل في حلم ثاني اللي هو مشروعك عبد العزيز. بس بسمع منك يعني هذه المنتجات اللي تشتغل عليها تشتغل عليها انت ولا معك احد؟ انا للأمانة شوف، انا بما انا صاحب المكان حلو، لكن انا معي خوات للأمانة، والله انا الف رجال الله يجزاهم بالجنة ويعطيهم بالعافية. طبعا احنا شغالين في المحل، انا وخواتي، انا ثنتين من اخواتي احنا شغالين في المحل، فهم شالوا معي المكان كله، انا من هنا وهم انا من جهه وهم من جهه، فشلنا المكان كامل يا رب لك الحمد. والنسق ما بين المنتجات، ما بين الاسر المنتجه والشركات اللي نحطها موجوده في المكان عندنا، فالحمد لله يا رب لك الحمد. وقفنا المشروع كله يا رب لك الحمد. اللي عنده خوات دايم سعيد يعني. يا اي والله. والله يحفظهم لك ويحفظك لهم ان شاء الله. الله يجزاك. بس خلينا ننتقل لعبد الرحمن. عبد الرحمن انت كان لك دور كبير جدا يعني في ايصال رساله عبد العزيز وايصال هالمنتجات لعبد العزيز اللي قاعدين نشوفها ما شاء الله. يعني انتم تشهونا بس واحد ما يبي ياكل على الهواء. ابغى اعرف منك وش قصه تعرفك على عبد العزيز؟ ايه الاخ عبد العزيز، اول شيء بدايه نشكركم على استضافتكم. واجب. اي أيوة والله، وهذا شيء غير مستغرب. وبدايه الاخ عبد العزيز جاني مقطع منتشر انه يناشد المشاهير ويناشد الدعم. انا فاتح سنابي تغطيات وعروض المتابعيني، فشفت السناب واخذت رقم الاخ عبد العزيز وحددت موعد معه وزرته في محله وسويت التغطيه، وبنفس التغطيه سويت معه لقاء. اي نعم. والحمد لله الحمد لله اللقاء يعني جنى ثماره. يعني حتى قلت لأخ عبد العزيز صوتك بيوصل، قال والله جوني كثير وقالوا لي، قلت بإذن الله. ما كان واثق انه لانه يعني جوه ناس انا ما ادري من اللي زاره للامانه. قلت بإذن الله. اسمع عبد العزيز، انا ما عندي ملايين المتابعين، لكن بإذن الله تفاعل متابعيني يسوى الملايين.
إن شاء الله. قال إن شاء الله والحمد لله. الحمد لله بنفس اليوم خلصت السنابات، من بكرة وصل السنابات للأخ فيصل العبد الكريم. أيه. ونقدم له برضه تحية. استاهل. والشكر موصول بعد لزميلي حمد المضحي أبو نواف اللي علاقة فيه وهو علاقة مباشرة مع الأخ فيصل. فيصل عبد الكريم لبى الدعوة على طول، ومن بكرة ما كملت 24 ساعة إلا جاء سوى التغطية والدعم، وبرضه ناشد برضه مشاهير آخرين، وهو ما زال ينتظر الدعم من البقية. أنت مستمر في الدعم هذا عبد الرحمن؟ أعتقد أنه مو بس مرة يعني. نعم اشتغلت. نعم أنا السنابي مفتوح للجميع. ايه؟ واللي يستحق الدعم يعني ما نقصر معه بأي شيء نقدر عليه. هذا شيء مهم. أخذنا من جانب أول شيء ديني، من جانب إنساني، من جانب وطني. عرفت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما منحت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وهذا واجبنا يعني. والحمد لله المشاهير فيهم خير، واللي يقدرون عليه يسوونه، وجو ناس بعدي وجو ناس قبلي، وما زال الدعم مستمر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. عبد العزيز اليوم لما نتكلم عن الحلا، هل هو هواية أنت رحت له كمشروع، ولا رحت له أنت تحب الحلا أصلاً، ولا والله وش السبب يعني؟ أنا بقولك ترى أنا ممكن قصتي شوي غريبة. سبحان الله ترى الفكرة المشروع الحلا عبد العزيز أو مشروع الأسر المنتجة، أنا كنت رافض الفكرة، لكن للأمانة فكرت في كم فكرة زي كذا، ما الله كتب ما الله يسرها، وكلمني أخوي قال لي ليش ما تفتح لك محل حق أسر منتجة. كنت في البداية كنت أعارض النقطة هذه، قال افتح وإن شاء الله ربك بييسرها يعني. سبحان الله فتحت المشروع، يا رب لك الحمد، قلت الحمد لله اني فتحت المشروع هذا والله. اليوم هل عندك نية تطور هالمشروع؟ هل عندك نية تدخل منتجات جديدة؟ أكيد تفتح فروع أكيد جديدة؟ أكيد هذا من الأشياء الأساسية لأن أفكر فيها. أول حاجة أبغى أبدأ فيها هو موضوع التوسع، توسيع المكان نفسه. ثاني شيء سلسلة فروع إن شاء الله راح تكون متواجد في مدن المملكة جميعها إن شاء الله. لكن هي شوي حبة ستيب باي ستيب على قولتهم، وان شاء الله باذن الله ربي بييسرها، مع انه والله احتاج دعم قوي جدا صراحه عشان ابدا في الخطوه هذه، لكن ان شاء الله بتتيسر باذن الله. نبغى نتكلم عن الدعم، ونبغى نتكلم عن كيف اليوم عبد العزيز انت قاعد تدير العمل حقك او البزنس حقك، لكن اسمحوا لي ننتقل للفاصل قصير ثم نعود. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد، حديثنا عن عبد العزيز المهنة صاحب مشروع حلا عبد العزيز، وكذلك معنا ضيفنا عبد الرحمن الشريدة. عبد الرحمن احد الداعمين لعبد العزيز، واللي اسهم بعد الله سبحانه في وصوله الى كثير من العملاء اذا جاز لنا التعبير. عبد العزيز انا كنت اسالك قبل الفاصل سم عن الحلا، وليش اخترت الحلا؟ هل هو يعني هواية اخترتها؟ هل اخترتها لأنك تحبه؟ لكن باخذك إلى جانب ثاني اللي هو الدراسة. طيب فترة الدراسة أنت درست وأنت كفيف. اي نعم. كيف مرت عليك فترة الدراسة؟ وش الصعوبات اللي مريت فيها؟ والله شوف يا حبيبي، فترة الدراسة ما فيها ذيك الصعوبات للأمانة، لأن كل شيء يا رب لك الحمد متيسر لنا يعني. الدولة والله ما قصرت معنا أبدا في شيء يعني، تساعدنا ماديا ومعنويا في حتى في الجامعة. صح انه ممكن بعض الحين تواجه بعض الإشكاليات في تعاملك مع بعض الدكاترة او شيء زي كذا، لكن في الغالب الأمور متيسرة يعني، ما في ذيك الإشكالية يعني. يعني يمكن تستخدم أجهزتك الخاصة فيك كاختبارات او غيرها كذا، يعني كلها متيسرة ما شاء الله، كلها تيسرت. طيب بعد التخرج اي نعم، ليش ما فكرت بالوظيفة؟ والله يا حبيبي هذه مشكلة صارت معي. أنا يمكن لي سنتين تقريبا متخرج، طبعا تخصص الترجمة، معدل الحمد لله ويا ربي لك الحمد معدل مرتفع. كم معدلك؟ معدلي 4.13 ما شاء الله الحمد لله. 5 اي ما شاء الله. أنا كلموني أكثر من جهة، كلموني سواء شركات أو جهات حكومية. طيب يمشون أوكي ممتاز حلو نبغاك معنا وزي كذا، لكن ما يجي عند نقطة ترى أنا كفيف. الله يوفقك.
يعني تمشي بالإجراءات أي كل شيء إلى أن تصل إلى نقطة الكفيف هذه خلاص الله يوفقك الله يسهل أمورك. ما سبق وناقشتهم ليش يا جماعة وش السبب؟ المشكلة في ناس، شوف أنا ممكن ألومهم وممكن ما ألومهم. أنا ما ألومهم اللي جعلهم صراحة للجهل بموضوع الكفيف، وش استخدام الكفيف، وش يسوي وش ما يسوي، كيف يؤدي وظيفته من هالكلام. أنا ما ألومهم إذا ما كانت عندهم المعرفة الكافية يعني، وألومهم من ناحية أنت بإمكانك تسأل، اسأل الشخص نفسه كيف راح تؤدي وظيفتك، انت كيف راح تسوي كذا، كيف الشغله هذه كيف راح تاديها. يعني هذا من ناحيه كنت انت عليك الامر انك انت ما سالت، ولا كان الامر سهلت يعني ما هي ذيك الاشكاليه يعني. يعني كان عندهم التخوف من انك ما تقدر تؤدي عملك وانت كفيف. ايه كان هذا التخوف. ايه طيب انت دارس خلص يعني دراسه 4 سنوات والمعلم ترى طالع امريكا سنه ونص راجع بعد. يعني غير الدراسه؟ اي غير، لا وقت الدراسه طلعت سنه ونص امريكا ورجعت. يعني وش اكثر من ترى راح امريكا لحالي بعد يعني ما في اشكاليه يعني عادي. طيب بدون مساعد امريكا ايه؟ مطارات وسكن ايه؟ ودراسه وكل شيء بدون مساعد. الحمد لله. عبد الرحمن سم يعني حديث عبد العزيز عن موضوع الدعم اللي يتوقعه والتسويق اللي يتوقعه والوصول والانتشار، هذا مو بهم عبد العزيز الحاله، هم كثير من الشباب والأسر المنتجة اليوم، لكنهم دائما يصطدمون بعقبة معينة وهي المقابل المادي. نتكلم عن أسر أو مشاريع صغيرة جدا الهدف منها أنها تبدأ وتكبر بعدين. ليش بظنك تستمر هذه الرسالة اللي نسمعها دائما؟ أنت جيت وبادرت وبادرة منك بدون مقابل مادي عبد الرحمن، لكن فيصل جاء بنفس الفكرة، لكن حديثي مع عبد العزيز يعني يظهر لي أنه في أسماء معينة كانت تطلب أرقام فلكية. يعني وش الحل بالموضوع هذا برأيك أنت كسنابي؟ والله الحل يعني ما يكون الموضوع مادي بحت، للأسف أنه بعض المشاهير همه أنه كم تدفع لي وأجيك. هذه سواء حتى ينجح الإعلان ما ينجح، أنا همي فقط كم تدفع لي. طبعا ما نقول أنه قدم مجانا، إذا قدم مجانا خير وبركة وشيء يشكر عليه بالدنيا والآخرة، عرفت؟ لكن يعني الله سبحانه رزق وما رزق كثير من الناس اللي هي متابعين وأرقام بعضهم بالملايين. من باب الشكر يعني أنك تتعاطف مع اللي يحتاجك، أسعارك ما تكون مثلا سواء شركة عظمى نفس مبلغ مطعم أو كافي أو فود ترك. يعني بعضهم يقول مثلا إعلان رقم وقدره، سواء مطعم صغير أو كافي أو شركة كبرى، لازم يكون العملية نسبة وتناسب. يعني واحد عنده فرع توه بادي قال بسم الله وطلب منك الخدمة، أنك توقف معه وتدعمه مو هو بالمجان، ما في مشكلة خذ مبلغ، لكن شيء بالمعقول. بعضهم يطلب رقم يعني حق سنة كاملة للكافي أو المطعم أو إيراد سنة قصدك. إيراد سنة كاملة يجي يغطي بخمس دقائق ويطلع، ليش؟ يقول أنا عندي متابعين رقم مقدره. طيب الله سبحانه رزق هالفئة هذه، ممكن في أي لحظة ممكن يسلبها منك ربي سبحانه وترجع كما كنت ما انت بمعروف. انت يا عبد الرحمن وش اللي شدك وخلاك تغطي عبد العزيز؟ اللي شدني شوفتك يعني وضع عبد العزيز، يعني فعلا اذا ما دعم الاخ عبد العزيز واللي يعني مثل وضع من اللي يدعمه؟ يعني من يندعم اذا ما ندعم الاخ عبد العزيز؟ يعني يستحق الدعم بكل ما اوتينا من قوه، يعني من ناحية الدعم طبعا تغطيات، من ناحية دعم المحل نفسه، من ناحية دعم من ناحية مالي، حتى علاجه برضه الأخ عبد العزيز. يعني الرجل يعني قال لي هو من 16 عمرك يا أخ عبد العزيز؟ 16 أو 17 تقريبا. كان سليم ويلعب كورة بعد في الحارة، بعد 16 سنة جاء أتوقع التصلب اللويحي وتعب وصار كفيف. يعني الحمد لله الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضى المسلمين. يعني حالة لا ما شاء الله اللي ينجزه ما ينجزون أصحى ما شاء الله عليه. هذا المقصد فعلا ما شاء الله عليه. عبد العزيز قلت لي أنه في المحل يعني غالب المنتجات اللي تشتغلونها تشتغلها أنت وخواتك. إيه نعم. كم أخت تقريبا تشتغل معك في العمل هذا؟ ثنتين.
تنتين خواتي تنتين ايه ويقفون معك بنفس المحل ايه نعم وشون تدير المحل هل عندك برامج خاصة مثلا محاسبيا كيف تديره أوراقه كيف تتابع والله شوف الأمور هذه أنا عندي برنامج محاسبي كامل في المحل طبعا احنا حصلنا على التدريب اللي نحتاجه عشان إدارة أو استعمال البرنامج المحاسبي هذا والحمد لله قادرين نستعمله بكل أريحية أما بخصوص الأوراق والأمور الخاصة من ناحية الفواتير ومن ناحية السندات والأمور هذه كلها موجودة أنا أشوف أنا طبعي في المحل موزع المهام بيني وبين خواتي طيب أنا معي واحد من إخواني بعد للأمانة هذا الآن أنا مخليه منسق حاجة. يعني أنتم أربع أخوان أي شو إحنا الآن إحنا أربعة بالضبط ما عندكم أحد ثاني يعمل غيركم بالمحل في المحل إحنا أربعة بس إحنا بس أنتم إيه فأخوي هذا أنا مخليه منسق لي أي أحد بيجي وكالة مثلا دعاية وإعلان أو غيرها يعني الكلام مع أخوي لا أحد يكلمني أنا مشغول بأشياء ثانية أنا مجزل الشغلات أو مقسم المهام بيني وبين إخواني الموجودين معي في المحل عشان كل واحد يؤدي شغله بكل أريحية يعني عشان نقسم الشغل ويكون ممتاز يعني يكون منتج في الأخير ناجح في الأخير ممتاز يعني وش يعني لك وقوف أخواتك وأخوك معك؟ وش وقوفهم معك بالمحل؟ وش يمثل لك؟ والله وش أقول لك والله؟ والله هم سندي هذا اللي أقدر أقوله والله يعني مالي غناة عنهم والله الله يخليهم لي ولا يحرمني منهم والله هذا اللي أقدر أقوله صراحة سووا لي شيء ما كنت أحلم فيه صراحة يعني كنت أفكر كان مجرد تفكير لكن الآن قاعد أشوفه على أرض الواقع يعني الكل واقف معي بكل مؤتي ومن قوة ما عندهم أي إشكالية إحنا معك إيش اللي تبي إحنا معك أي شيء تبي أي شيء تحتاج إحنا نسوي لك يا ما عندك أي إشكالية طيب الحمد لله المنتجات حقتك عبد العزيز إيه نعم هذا شيء من اختراعك أنتوا فريق حلا عبد العزيز ها ولا لا هذه أشياء هي بالفعل موجودة وأنتم عدتوا إخراجها بشكل ثاني يعني الحل اللي نشوفه الحين قدامنا المشروبات القهوة برضو الباردة اللي نشوفها قدامنا هذه هي بالفعل منتجات موجودة ولا لا في خلطة سرية لك لا شوف بقول لك مش قصة إن خلطة سرية علمنا طيب بقول لك أنا شوف للأمانة في بعض المنتجات عندي شوف طبعا المحل انا عندي من قسم قسمين ايه 50% تكون شركات معروفه في السوق و 50% اسر منتجه طبعا خواتي يحطون لمساتهم ما اقول لك لا يحطون لمساتهم بعد لكن لا اله الا الله انا اللي جبته معي اليوم يا طويل العمر اللي تشوفه هذه طبعا شركات معروفه لكن ما شاء الله من الاشياء المميزه هذه جبتها معي كذا جوده عاليه جوده عاليه ما شاء الله تبارك الله انت تنقيها بنفسك يا عبد العزيز ولا في وحده من خواتك انت موليها الموضوع للاختيار وش في المحل يعني المنتجات هذه لا 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 انا اختار انت تذوقها ايه ها كل شيء هذوك كل شيء يبي لك تخفف تذوقها شكلك سمنان الفتره اللي راحت والله ها والله هذا اللي عاني منه والله لا الحل يشهي صراحة إنه بس بنطلع فاصل وبعدين بنبدأ ناخذ تجربة شكرا لك عبد العزيز المهنة صاحب مشروع حلا عبد العزيز عبد الرحمن شريدة شكرا لك ومبادرتك ووقوفك أيضا مع عبد العزيز أنا سعيد باستضافتكم سعيد بوجودكم وسعيد بهالنجاح اللي حققه عبد العزيز ومنها الأكبر إن شاء الله عقبال ما نشوف فروعك بكل مكان إن شاء الله يا رب شكرا لك عبد العزيز تسلم يا بعد رأس الله يسعدك شكرا لك فاصل ونعود